يا صباح النور. يا صباح النور. صباح الخير. شو اخبارك؟ اهلا وسهلا. انا زي حضرتك عامله ايه؟ منورانا. تفضلي. الله يعافيكي. سمعنا طبعا عمالين نتكلم عن تأثير سلوك الآباء والأمهات على الأطفال، خاصة السلوك السيء. كنا بنتكلم عن موضوع الأسرار والأم اللي بتروح تقول لبنتها جارتنا اللي تحت قاعدة مع عماتك وعرفي شو قاعدين بيحكوا عليه بالضبط. الكلام ده قد إيه الأم بتبقاش أخذ بالها إنه هي مثال الطفل أو نموذج أو قدوة الطفل فيما بعد. صباح الورد. صباح الورد السعادة. طبعا هي ممارسات بسيطة وسلوكيات يمكن إحنا بنغفل عنها أحيانا. كلمة ممكن تؤدي إلى موقف، تؤدي إلى سلوك، يصبح طباع عند الشخص. صحيح. بالتالي لما نتكلم على قدوة الأطفال أو نتكلم عن الطفل تحديدا، الطفل تقريبا لحد 6 سنوات أنت بتشكل بعجينة. بالضبط. زمان أخذنا أنه العلم في الصغر كان نقش على الحجر. فبالتالي كل شيء أنت بتزرعه عند هذا الطفل مثل البذور تحصد. أنت عم تزرع وحتحصد بعدين. فإذا ما انتبهنا لنوعية البذور اللي عم نزرعها رح نحصل على شيء يعني ممكن يتغير ممكن ما يتغير، لأنه عادة الأشياء اللي بدك تزرعها اليوم رح تحصدها بطريقة حسب أنت شو سلوكياتك، شو مهاراتك، شو الأدوات اللي كنت عم بتستخدمها والممارسات اللي عم بتقوم فيها. لما نتكلم عن القدوة طبعا نتكلم أول شيء على الأب والأم، لأنه هم الحاضنة الأساسية وخط الدفاع الأول للأطفال أو صحيح. للأولاد. فبالتالي موضوع القدوة مش سهل، انك انت تكون شيء ايجابي او قدوه ايجابيه للاطفال يعني شيء بيكلفك شوي انه انت تتعب على حالك. مزبوط. لانه اذا انت تعبت على نفسك اليوم رح تحصد وتشوف ثمره شيء انت فعليا فخور فيه، مش شيء انت بتخجل منه او تندم على انك انت فعليا نميت هذا السلوك عنده. ثاني هلا يمكن احنا هاي الصفه لازم نبكر كثير ننتبه لها طبعا، الا انه في كمان كثير اشياء الاهل احيانا بيتغاضوا عنها وهي الانفتاح الزائد قدام الطفل. صحيح. او حتى لما يشوف الطفل اكتسب من مدرسته او من مثلا المحيط اللي حواليه بعض العادات الخاطئه وما تم توعيته عليها مبكرا، ونمسك الطفل ونقول له انه هذا مثلا مش عنا، ما بينفع احنا نعمل هيك، عاداتنا وتقاليدنا بتقول لا انت ما لك بغيرك احنا غير، والطفل كمان يشوف انه فعلا هذا الشيء كمان مطبق من قبل الاهل. يعني انا صحيح. ما جاي اقول له انه انت مثلا ما تشرب مثلا كوكاكولا والام والاب مثلا على كل وجبه مثلا محطوطه قدامهم. صح. وحتى احيانا بيأنبوا الطفل وبيبهدلوه على هذا الشيء الا انه هم قاعدين عم يعملوه قدامه. طب الطفل كيف رح يقتنع انه هذا مضر وانت والوالده مثلا هذا اللي احنا بنسميه الرسائل المزدوجه، انا بنهى عن امر لكن اقوم فيه. تمام. فانت فعليا لما تنهى الطفل مثلا انه يستخدم الموبايل او التابلت لفتره طويله، انت دورك انه انت تكون بنفس الطريقه او بنفس السلوك اللي بتنهى عنه، بحيث انه انا لما اتكلم مثلا مع الطفل انه ماما بيكفي مثلا ساعه باليوم، انا دوري امام ابنائي انه انا ممكن امارس الساعه، ممكن انا عندي اعمال ما بتكفي مثلا انه انا استخدمها ساعه، فممكن اضيف لكن مش من امامهم. يعني انا التزمت بشيء التزم معاهم للنهايه. احنا بنتكلم عن القدوه، القدوه عباره عن سلوكيات. الاطفال لو بتضلك تتكلم معاهم من هان لبكره الصبح ما راح يسمع منك، اذا ما شاف ما راح يستوعب. احنا عاده في تدريب المهارات والسلوكيات لغه الجسد هي اللي بتستحوذ النسبه الاكبر، يعني تقريبا 58%. فلما انت تتكلم 7% كلمات ما راح تكون تأثيرها مثل السلوك الفعلي. أنا باجي للطفل مثلا صلي 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 بس أنا ما بصلي، ما عمري أخذته على الجامع عشان يشوف المسجد يشوف. صح. الشعائر الروحانية. إحنا لما بنأثر دائما التأثير بيكون في إيش؟ في المشاعر. نعم. عندك مشاعر، عندك كلمات، عندك لغة جسد، كله متطابق مع بعض البعض بتوصل الرسالة ذات التأثير اللي أنت فعلا بتبحث عنه. وغير هيك كمان نحن بنلاحظ يمكن توافقوني الرأي دعاء ومنا إنه أحيانا بعض الوالدين ما عندهم اسلوب التعليل. صحيح. اوكي انت اعمل التصرف هذا بس طب ليش اعمل السبب. ليش اعمل التصرف هذا لانه راح يسوي هيك. كذا كذا هاي التكمله الى اخره مش موجوده مش موجود. بس اعمل سوي الاطفال ما بيستقبلوا الاوامر، بالعكس كل ما كان في اوامر صارمه كل ما كان في العكس. صح. كل ممنوع مرغوب، واضحه عند كبير او صغير. فبالتالي اذا انت كان عندك سياسه، كان عندك ادوات تستخدمها انك انت تنزل لعمر الطفل،
الطفل ابو 3 سنوات لما بدك تيجي تكلمه عن الصدق وعن الامانه وعن التسامح ما راح يفهم هاي الامور. صح. بدك تجيب له اياها اما من خلال اللعب اللي هو التعلم من خلال اللعب، من خلال قصص قصيره ممكن انه انت فعليا تسمعه اياها، التعزيز احنا بنسميه تعزيز السلوكيات، ممكن انك انت فعليا الفيديوهات المصوره. ليش دائما الاطفال بياخذوا القدوه اللي هم الشخصيات الكرتونيه؟ لو بتلاحظوا سبايدر مان، سوبرمان، باتمان، بياخذوا هذه الشخصيات الخرافيه نوعا ما. اولا يمكن عشان طريقه الالوان والكاركتر اللي بيكون موجود، غير هيك الرسائل اللي بتكون تعزيز الشخصيات بالشنط المدارس، بافلام الكرتون، الستيكرز، الجيمز، هذه كلها تعمل عمليه التعزيز، الممارسه، الشيء المستمر هو هذا اللي بيرسخ هذه الاشياء كلها عند الاطفال. فاحنا اذا بدنا نستوعب الطفل مثل ما ذكرت نقطه جدا مهمه، دور الاباء انه ما عندهم اسلوب، فلازم يكون في توعيه عند الاب والام انه انا فعليا لا لازم اعمل ممارسات صحيحه، ابني فعلا او بنتي انه يلتزم فيها بالطريقه اللي انا فعلا برسم له اياها كمسار. زي مثل ما انا عارف يمكن دائما كان دور الاب يكون شوي غايب عن البيت، حكم انه اذا كانت الام مثلا ضربت منزل ومش وما تشتغل، فحكم انه دائما قاعده صحيح. مع الطفل داخل البيت، حكم الاب يمكن يكون هو مش موجود نص اليوم برا البيت وقاعد يشتغل ولا شيء. خبرينا اهميه التواصل الوالدين الاب والام مع الطفل عشان ينجون. صحيح، نقطة جدا مهمة ورائعة. دور الأب جدا مهم، السلطة الأبوية احنا بنسميها. الأم قد ما كان انها ما بتأثر مع أولادها بضل في جزئية غايبة، الرهبة، السلطة، الموضوع انه انا دوري كوجودي كرجل او أب في البيت بيفرق. يعني لو بتلاحظ اذا ما كان في اتفاق بين الأب والأم على دستور خلينا نقول واضح في المنزل، راح يكون في ثغرات الأبناء راح يستغلوها. يعني مثلا الاب منع مثلا الولد انه يروح مثلا يحضر اعياد ميلاد عند اصدقائه او كذا، اذا هو رفض وقال له مثلا روح عند امك، وعارف انه الوالده او الام عندها نفس القرار. صح. فلما الولد يشوف انه في اتفاق بين الطرفين ما راح يكون في مخرج او فجوه انه يدخل من خلالها. هذا الشيء لازم يكون موجود بين الطرفين انه خلص احنا عندنا رساله واحده واضحه محدده. بالإضافة إنه إحنا في عنا بعض الأشياء ممارسات جداً بسيطة وسهلة بس بنغفل عنها. نعم. أنا لما بدي أعزز سلوكيات أو ممارسات عند الأطفال في كلمات ومصطلحات لو سمحت، شكراً، برافو، برافو، زي ما في عقاب في ثواب، فلازم يكون في توازن بين الجهتين. موضوع التوازن مش سهل، ولكن بالممارسة والتدريب ممكن إنه إحنا فعلياً نوصل لهذه النقطة. بس هذه نقاط جداً مهمة. عندي نقطة الصراحة يعني كتير بيعانوا منها الأطفال وجدياً يمكن البعض منا تعرض لها شباب، إذا حد عنده موقف يحكي فكرة مثلاً ما تيجي الأم أو الأب يختار قدوة لابنه. ابن خالته، ابن عمه، شفت ابن خالتك ناجح ازاي؟ بالزبط. شفت بنت خالتك مش ده بيأثر بشكل نفسي جداً. كبير جدا بشكل سيء. المشكله انهم اخذوها من وجهه نظر كاب وام، بس ما شفتوا انا شو احتياجي. صح. يعني انا ممكن عندي وجهه نظر انه انت مش قدوتي. يعني على فكره مش شرط الاب والام يكونوا قدوه للابناء. الطفل حسب معتقداته وحسب الافكار اللي بتكون موجوده عنده وحسب تقييمه. طيب احنا هلا دائما بنقول القدوه القدوه القدوه، على فكره ممكن الطفل يكون قدوه للكبير مش شرط العكس. صح. مزبوط. صح. وحاليا في الجيل اللي موجود والانفتاح اللي موجود وخلينا مزبوط. نقول شوي يمكن الوعي اللي التطور التكنولوجي اصبح الاطفال قدوه للكبار. مزبوط. شاهدنا خبر زياره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الله يحفظه للطفل خليفة الكعبي اللي قام بدور بطولي ومشرف بطولي. لكل الأبطال قدوة. فعلا دارك الموقف، تصرف بالحريق، حس انه في مشكلة وأبعد زملائه خارج الباص وسائق الباص. يعني بتخيل انه جيل اليوم صار أوعى وأوعى، يعني صحيح. كل جيل جديد بيجي كي أوعى، يعني ما فينا نستغفل كمان عقلية الطفل. طبعا هذه النقطة يمكن لسه المجتمعات ما وصلت لنقطة الوعي والفوكس عليها. يعني نموذج مثل هذا لما أنا يكون عندي فعليا طفل، نتكلم عن طفل، الطفل لحد تقريبا ما يبلغ خلاص بيطلع من مرحلة الطفولة بيصير في مرحلة المراهقة والشباب، لما يكون عندي نموذج أنا أعمل عليه فوكس أشوف فعليا شو اللي خلاه ياخذ هذا القرار، كيف أخذه. إحنا بدنا نعمل فوكس، بدنا نشوف الأبعاد، هلأ شو البيئة اللي نشأ فيها، شو دور الوالدين في التأثير إنه هو وصل لهذه الشخصية أو هذه المرحلة. فهي كلها عناصر مكملة لبعضها البعض. أنا ما فيني أفصل دور المدرسة عن دور الأهل، لا، الاثنين مكملين لبعضهم البعض. فدائما بتلاحظوا المدارس بيكون لهم دور في التوعية، المحاضرات، الندوات، الورش،
إذا الأهل عندهم وعي راح يتابعوا، إذا الأهل ما عندهم وقت بيحاولوا بقدر الإمكان. إحنا هلأ في يعني عصر الكل عم بيشتغل، زوج وزوجة، فبالتالي الأطفال عندهم فجوة كبيرة. تواجد الأب ممكن يكون على فكرة ساعة يجلسها مع الطفل تغنيه عن اليوم كامل. صح. نفس الشيء الأمهات، بقول لك ربة المنزل أنجح من الموظفة في تربية الأبناء. لا، مش شرط، مش شرط أبدا. ليش؟ المرأة العاملة أبنائها بيكونوا عرضة أنهم يتحملوا مسؤولية أكبر وأسرع، كونه أنه هو ممكن يهتم في جزئيات معينة خاصة فيه، تختلف عن الشخص اللي أمه متواجدة معه 24 ساعة ومعتمد عليها اعتماد كلي. إنه فعليا لو لا سمح الله صار أي ظرف عند هذه الأم، هذا الطفل ما عنده مشاكل نفسية، مشاكل اجتماعية تتعلق بهذه الجزئية، فهو فعليا كل شيء سلاح ذو حدين. طيب أستاذة تهاني، أنا عايزة أقوم بدور الأمهات دلوقتي وأسأل حضرتك من الجانب الآخر، إزاي أعالج القدوة السلبية اللي اختارها ابني؟ بمعنى انه احيانا بنشوف البنات والله انا عايزه اقلد الفنانه. صحيح. كذا، فبحط الرجو وبقص شعري وبلبس مش عارفه ايه، وانا شايفه انه ده غلط. كمان على الاولاد بنشوف انه عايز يقلد فان ديزل ويلعب بالسيارات ويروح وينفجر. صح. ازاي اعالج ده؟ موضوع ابدا مش سهل، خاصه في سن المراهقه. مش سهل ومش بسيط، لكن بنفس الوقت مش مستحيل. بس اكبر غلطه احنا بنرتكبها دائما بمعالجه السلبيات انه بيكون في رد فعل عنيف. صح، ضرب على طول، يا ضرب يا حرمان يا صراخ يا مشاكل، يا حرمان مثلا من الاساليب التكنولوجيا اللي بتخلي هذا الشخص يوصل لهذه المرحله. اللي انا دائما بشوفه انه كل ما انت كنت شخص قريب من ابنائك، كل ما انت حاولت انك تقلل كل الصدمات الخارجيه اللي ممكن انه هو يتعرض لها. انا اذا صديقه بنتي بتيجي بتحكي لي على كل مشكله، انا بتعامل معها كصديقه. نعم. ما بتعامل معها كأم. نفس الشيء الولد، فانا بحاول استوعبها، انا بفهم، انا في يوم من الايام كنت مثلها في مرحله مراهقه وشفت اهلي يمكن غلطوا لما عملوا معي بعض الامور، وكنت اتمنى يرجع فيني الزمن مثلا واخليهم يتعلموا او يتوعوا او كذا او كذا او كذا. فانا بمارس هذا الدور هلا مع ابنائي. اول شيء انه انا اكون صديق لهم، انا اقرب شخص يحصل اول شيء مني على معلومه. تعرفوا الأطفال عندهم دائما فضول. صح. دائما في عمليات بحث مختلفة عن كثير من الأمور ومواضيع حساسة وشائكة بتكون. أحاول أني أنا فعليا أجيب هذا الشخص وأحطه أمامي، أعمل تحليل لهذا الموقف. شو رح تستفيدي لما تعملي هذا الشيء؟ شكلك حيصير أحلى؟ لا. لبسك حيصير أرقى؟ لا. ونعلمهم على قصة أنه مش كل شيء غالي معناها أنت طب بيناسبك. أو صح، او بيشكل شخصيتك، انت بتضيف للشيء مش الشيء اللي يضيف لك. بالضبط. احنا ما بدنا مجرد شكل خارجي ومن جوا فاضي، ما بدنا عقول خاويه. مزبوط. ما بدنا الاتباع اللي هو الاعمى، التقليد الاعمى للغرب. مزبوط. يعني لو بتلاحظوا قبل فتره وما زال هلا التحديات شغاله، رقصه كيكي اللي كانت موجوده. يمكن دوله الامارات الدوله الوحيده اللي حطت قانون رادع لهذا الموضوع. لو ما كان في قانون كان لليوم ما زال الموضوع مستمر وكان حيتطور ل مستويات قاتلة ومميتة. طيب. فالتعامل معها بيكون بالاحتواء والاحتضان. لازم يكون في فترة أو جلسة حسب شخصية الأبناء والأهل كيف بيقدروا يحددوها، لازم تكون بشكل يومي معهم. طيب. إذا أنت بتغيب وبيبدأ الغياب يكتر، بتبدأ الفجوة تكبر، بيبدأ ابنك يدور مين بالخارج ممكن يحل مكانك. تماما. فإذا أنت موجود ما رح تسمح لهذا الشيء، حتى لو كانت المغريات كثيرة أنت متابع. هو مجهود وعبء على الأهل، لكن جميل. والله العظيم في النهاية رح توصل لمستوى جدا رائع. هو بالنهاية الأطفال يعني استثمار. بالضبط. زي ما بيقولوا إذا استثمرتهم صح رح تكسبهم. بالضبط. هلأ أنا رح أجي شوي للجانب الإيجابي تهاني، ونحكي أنه اتخاذ الطفل لقدوة هو شيء كتير حلو. ممتاز. لكن كمان مفروض الطفل يكون عارف أنه أنت ما مفروض تطلع تماما أو نسخة طبق الأصل من. صحيح. القدوة، أنت مفروض كمان تتفوق عليه، لأنه ممكن القدوة اللي أهل شايفينها هي قدوة للطفل يكون قدرات طفله. صحيح. أعلى من قدرات. بالضبط. هذا الشخص القدوة. بالضبط. يعني في مثل كتير مشهور بيقول أنه work hard until your idol become your rival، يعني اعمل بجد حتى يصير قدوتك هو من أتباعك. صح. صح. هذا يمكن تأثيره كتير قوي اذا احنا بس بنحدد شخص معين ليكون قدوه لطفلنا، بينما طفلنا يمكن عنده الامكانيات يكون هو فعلا القدوه لهذا الشخص. صح. بالاضافه كمان انه اي شيء انت بتفرضه دائما بيكون في مرفوض او مقاومه. اي تغيير بحياتنا احنا دائما بنقاوم، لانه هذا التغيير انت لو بتفكر فيه راح تبذل مجهود، راح تنتقل من حال الى حال، ممكن حال أسوأ او حال احسن. موضوع القدوه يعني احنا دائما ممكن ناخذ جزئية مثلا من عند سين، وجزئية من عند صاد، وجزئية من عند عين، بالإضافة لجزئية الخاصة، أنا الكوكتيل الخاص فيني.
التاتش احنا بنسميها البرينت فينجر، الاثر او البصمه. اذا انت شخص ناجح وعندك الوعي، احنا بنتكلم عن الاطفال، في اطفال اصبح عندهم وعي. كيف هذا بيجي الوعي؟ دور الاسره بيلعب دور من المعتقدات، السلوكيات، الاخلاق، المهارات، الممارسات اللي بتكون موجوده، بالاضافه في شيء يساعد في المدرسه، بالاضافه المحيط اللي موجود عنده اهتمام بهذه الشخصيه. يعني في شخصيتين معروفين من خلال الاطفال، دانا البلوشي واخوها. معروفين ما شاء الله في موضوع الابتكار وموضوع الفضاء وموضوع، وصلوا لمراحل متقدمه. في كثير اطفال صاروا يشوفوا انه هم قدوه، انه فعليا عندهم هدف واضح، عندهم رساله واضحه، عندهم شيء. احنا عايشين في مجتمع دولة الامارات عندهم التعزيز والتمكين للمرأة، للشباب، للطفل منفتح تماما، يعني ما بيألوا جهدا انه فعليا يستثمروا بموضوع الشباب. أكيد. فبالتالي لما هم يكونوا قدوة، انا يعني بحب انه ابني يوصل لمرحلة كتير كبيرة. أكيد. بس مش شرط اجبره واحطه في قالب معين عشان يوصل لهذا الشيء. اكيد. وانه يتقيد بقوانين فرضها العائلة او احيانا تصرفات فعلا. حتى مثلا يمكن بعد مثلا واحد يقول للشخص الثاني مثلا، اقول لك انت باك تكون طيار، احنا ما نعرف المستقبل هل حيكون في طيار اصلا ولا حيكون طيار حطير من غير بطل الطيار. نفتح لهم المجال اكثر. اكيد يا مهند. استاذه تهاني يعني حديثك لا يمل وجدا شيق ومعلومات مفيده فعلا استفدناها، شرفتينا ونورتينا ببرنامج صباح الخير يا وطن. ان شاء الله لنا لقاءات اخرى. وشكرا على هذا الموضوع المهم جدا والمثري، ودائما احنا بنناشد من خلال البرامج انه فعلا يتم تسليط الضوء على بعض خلينا نقول الظواهر او المواضيع اللي فعلا حساسه. الاهل دائما بيبحثوا انه هم فعليا توصلهم لحل. اكيد اكيد. شكرا لك. راح نطلع بريك وراجعين. يعطيكم العافيه.